اهلا بحضراتكم من جديد. الاستاذ الكبير الاستاذ محمود صبري رئيس القسم الرياضي بالاهرام في ضيافه الاهلي اللي منور الدنيا يا صاحبي. انت منور الدنيا. صباح حضرتك طيب. صباح الخير. يعني لما بيكون معايا كده شخصيه زي حضرتك اكيد لازم بقى نطلع منها كل حاجه. ربنا يخليك. اسمح لي بقى ان انا يعني ايه احاول ان احنا نطلع كل حاجه. كمان الساده المشاهدين عايزين يسمعوا من حضرتك كل اللي بيدور حول المنتخب الاولمبي، تقييمه فنيا، المنتخب الاول تقييمه فنيا، اللي بيدور في الشارع الرياضي ان هم قلقانين جدا من المنتخب الاول، برضو قلقانين شويه من الاداء المنتخب الاولمبي حتى لو وصلنا، لكن هنقابل فرق في مستوى فني بعيد خالص. اه طبعا بالظبط. فالاول لازم نبارك للناس كلها على وصولنا للاولمبياد، انجاز في حد ذاته. والف مبروك. لا الف مبروك والف مبروك. انا شايفه خطوه كابتن حميد على الطريق، على طريق انك انت ترجع. احنا بعاد في الفتره اللي فاتت دي كلها، يمكن خساره امم افريقيا على ملعبنا امر في حاجه يعني غريبه جدا. لو جينا يعني مسكنا ورقه وقلم وحبينا نتكلم في الامور دي، من وجهه نظري كان الكلام ده يتم بعد كاس العالم في روسيا. بعد اللي حصل في روسيا كان يبقى بعد، والضجه اللي حصلت كان المفروض يبقى في قرار، كان يبقى في موقف. انت رحت روسيا ليه؟ عشان بس تقول انك انت وصلت كاس العالم وخلاص يا جماعه هو ده هدفنا، على ما يبدو انه هذا هو كان الهدف. فتيجي ترتيبك قبل الاخير، قبل بنما، ده شيء صعب جدا عليه طبعا، على 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 دوله علمت افريقيا الكوره طبعا. يعني لما تيجي تقف، لو الناس بتحدد صح، كان تيجي تقف وتقول ايه اللي حصل، ايه السبب، وليه ليه نتغلب في الثلاث ماتشات، ليه بالصوره دي حاجه برضو ايه. واحنا تعرفنا بقى والسادسة وهوات في الإشاعات وصناعة المؤامرات الجميلة جدا. الكرة المصرية في محنة، في محنة. طب مين المسؤول عنها؟ اللي بيديرها أكيد. لما تيجي أنت تفتح لي باب الاحتراف على مسرحيه وناس تاخد مكان أولادي وأبنائي وبتربي المنتخبات أخرى، مع كامل احترام للاحتراف والكلام ده كله جميل، بس إيه هو الاحتراف يا جماعة؟ أنت عندك مدرجات خاوية، وطول لو مؤاخذة يعني ميتة، يعني ايه، ما عندكش الجو اللي انت بتحكي فيه انه كامل العدد وفي مقابل رعاية مرعب وفي استوديوهات تحليلية. حضرتك عايز تقول ان انا اجني ثمار الاحتراف ما يجيبليش بالسلب. ما يجيبليش بالسلب طبعا. بالظبط. يعني لما تقول لي اربعة محترفين يا فندم تجني من الاحتراف. طبعا. لا جداً. لما بتقول لي اربعة محترفين واثنين من مثلا من سوريا وسماح برضو من فلسطين وممكن من اليمن لو امكن، وبعد كده شمال افريقيا. طيب هل في حد جه سال سؤال؟ احنا عمالين نجيب لعيبه من هنا ومن هنا، حد فكر ياخد لعبتنا؟ يعني ليه اللعيب المصري ما يتمش، يعني اذا كان عندنا لعيبه، هل مثلا انديه الشمال الافريقي مثلا في تونس والمغرب يعني شايفين عندنا حد مش راضيين ياخدوه؟ مش شايفين حد عندك. مش شايفين حد هيضيف لهم حاجه هم ناقصينها. تمام. ما هو انت ايه؟ بتجيب حد عشان يعلي لك جزء انت تعبان عنده. ده سؤال مهم جدا، خلي بالك. يعني انت ما خدتش في بالك خالص انه الناس دي ما بصاش عليك اصلا؟ انت مش في حسبانها؟ طب ليه؟ انا بقول لك اهو، بص شوف انت، شوف انت عندك كام عدد المحترفين اللي مع كامل احترام، من المغرب، من تونس، ها؟ من الجزائر مفيش، ما عندناش حد من الجزائر اعتقد. لا مفيش من الجزائر. لكن تركيزك على تونس والمغرب وكل يعني الغالبيه، ممكن يكون لعيبه منتخبات وممكن ناس ثانيه هي كانت في منتخب وخرجت او مش اساسيه يعني او ما انضمتش. طيب هل الاخوه في تونس والمغرب احنا احسن منهم؟ يعني هل ما هم ما فيش حد عاجبهم كده خالص؟ يعني مثلا حتى اللاعب الوحيد اللي قدر يلعب في النجم التونسي رجع، عمرو مرعي. عمرو مرعي ما كملش هناك وما ما نفعش. طب ما يمكن مش طموح اللاعب المصري يا اسمح يا فندم. مش طموح ازاي؟ مش طموح. لا مش طموح. يعني لا انا اسالك سؤال. لا انت بعد 2015 مين اللعيب المحترف اللي طلع عندك؟ بعد محمد صلاح وحجازي واحمد حسن كوكا وتريزيجيه، ها؟ بجهده. تمام. يعني مش لا كان عنده هدف، قعد يقاتل عليه وهنا ويرجع، لا ما رجعش، لا هكمل، راح تركيا عمل ربنا وفقه وطلع بره. فين فين يعني ايه الهدف؟ يعني انت بتعمل ده كله عندك هدف ولا ما عندكش؟ يعني انت بتفكر
طب انت فكرت قلت المنتخبات العربيه ما جاتش في الاولمبياد كاس الامم، هل هم ما فكروش ان هم ما وصلوش؟ طب انت ما فكرتش كاتحاد كوره سابق مثلا ليه احنا بعاد عن بطولات كاس العالم للناشئين وبطولات افريقيا للناشئين والشباب هنا؟ يا اللي اتكلم صح يا بلاش نضحك على بعض، يا اتطور وعندك منظومه عاوز ترجع تتسيد الموقف. بص المشهد رايح فين. جميل. بعد بطوله افريقيا الكات هنا واللي عمله منتخب الجزائر، شوف منتخب مدجج بالمحترفين خلاص، بلد عندها 60 70 80 90 لاعب محترف بره، تمام، عايشين بره وتقدر تختار منهم، انت ما عندكش حد. انت صنعت المجد بالدوري المحلي، ومن فكره الدوري المحلي استسقط زامبيا فكرتك عن طريق هيرفي رينار، جرب نفس ترك المحترفين وجاب اللعيبه ده من خد بطوله افريقيا اللي كانت حلم زامبيا في اعلى مستوياتها الفنيه في 94 في تونس بعد سقوط الطائره، ولم يبقى غير نجم المنتخب وقتها الوحيد اللي هو ما ركبش معاهم الطياره، الطياره وقعت في الجابون ووصل المباراه النهائيه لو كان خسروا قدام نيجيريا. تمام. كالوش ابو علي. كالوش. اللي انا عايز اقوله في المجمل انه يتطور يا اتحاد لتطوير اللعبه ونشرها وبتاع، يا اما اتحاد لجمع الفلوس. يعني انت عاوز تجمع فلوس بس هيقدر المنظر وتاخد اللقطه، ولا انت بتطور لعبه؟ تطوير اللعبه بيتم من تحت. كون اتمنى من القائمين على الاتحاد، يعني اللجنه يعني القائمين المسؤولين عن اتحاد الكره حاليا ومن وزاره الشباب والرياضه اللي بتحاول تبذل تعمل مشاريع البحث عن المواهب الموهبه والكلام كل ده كلام على عين، لكن لاعب الكره الحقيقي مش، يا جماعه الموهبه الحقيقيه مش هتدفع فلوس عشان تجي لك، مش هيدفع 300 400 جنيه في الشهر عشان مش دول، لا عشان لا ده لعيب الكوره ده بتيجي كده نظره عين يعني لقطه واحد اصلا انت بتدور عليه عشان تلمعه وتجيبه. احنا بلد ما ينفعش تعدادنا داخل في 100 مليون وتقول لكل المسجلين في اتحاد الكوره ما يكملوش 50,000. 50,000 دي مصيبه في حد ذاتها، قاعده ضعيفه جدا، قاعده ميته، وانت عملت موت فيها اكتر. يعني انت بدل ما تستفيد من عقود الرعايه الكبيره جدا وتنشر اللعبه في الاقاليم وفي المحافظات وفي القرى وفي النجوع وتعمل شغل كبير جدا وتصرف عشان تدور عشان تبحث عشان تجيب عشان يبقى عندك هدف، ما بقتش الرياضه تصرف عليها في، لا الرياضه اصبحت صناعه، ونقعد نكرر الكلام الجميل جدا والصناعه واقتصاد ونربط، يا جماعه ماشي بس الفعل على الارض يحتاج انك انت يبقى عندك تطوير في المنظومه يا كابتن. طبعا. مدربين؟ يعني ايه؟ انت بتدور على قبل ما تدور لي على لعيبه تبناني الاول مجموعه من المدربين يجي حد يعلمهم. ده اللي كنت اقوله. يعني لازم يبقى عندك ايه؟ انت محتاج مدربين دلوقتي. بص على منتخب جنوب افريقيا في مباراته امبارح معانا. هو نفس طريق لعب منتخب الاول. كوره باللمسه واحده والسرعه والخفه يعني بص يعني بناء رائع يتم من الخلف وبناء جمل فنيه في لقطات سريعه، انت ما تقدرش يعني انت حتى المحاولات الالتحامات والكلام ده كانت هم الانتصار فيها لصالح لعيبه جنوب افريقيا اقوى منك. احنا بس ربنا يعني الجمهور والحماس والبطوله في ايدك ويمكن لما انت تخليت عن خوفك في بدايه الشوط الثاني ربنا اداك المباراه. يعني انت لما خلصت من خوفك من منتخب جنوب افريقيا اللي انت خايف منه فانت المباراه جت معاك، هتلقى في 51 وفي 53 وفي 59 ضربه الجزاء خلاص الماتش بقى بتاعك. تمام. في 84 في 89 الدنيا اتحولت. تمام. لكن انا بقول لك انك انت ايه، خد من تجربه الاولمبي دي وابني، يعني ما توقفش عند الجيل ده خلاص دول خلاص عملوا يبقى احنا يعني نكمل بيهم. ما تقوليش اصل هناخد منهم 6 7 الكلام اللي بيتقال ونعمل نبني على المنتخب الاول. يا جماعه مش يعني يا جماعه مش ده الكلام، يا جماعه مش ده يعني ما ينفعش تقول يعني نلغي المنتخب الاول يعني موت الناس اللي موجوده فيه. احنا في حاله من عدم الثقه والتراجع والكلام ده كله في المنتخب الاول، لكن انت اساسك ايه؟ بناء شخصيه مدرب بتدور لازم على مدربين، مدرب تشوف مين الناس تجيب خبراء على مستوى عالي يا توديهم يا تطلعهم، اهم حاجه المدرب. وانا بكلمك اهو انت محتاج. لا كره القدم على فكره يا كابتن
وانت راجل يعني لعب كوره و يعني وشفت وتعاملت وتدربت مع حد بحجم مانويل جوزيه وشفت، قول لي مين الفرقه اللي انت مثلا بتحب تتفرج عليها في الدوري المصري؟ يعني تحس ان في كوره، الكوره اللي احنا ايه بنقعد نتفرج عليها هتقول لي اوروبا، يقول لك اوروبا في حته واحنا في حته. افريقيا حتى دلوقتي برضو هتلاقيهم في حته واحنا برضو لسه. تمام. انت محتاج تبني وتبني بسرعه حاجات تتاخد وتكمل، مش بقول لك هات من الصفر، بس انت لازم تبقى شغال في عندك مشروع ليه هدف انك انت بتبني من الصفر. النهارده وصل المنتخب الاولمبي لخطوه مهمه جدا ان احنا رجعنا الاولمبياد، وعايز اقول يا جماعه الف مبروك، واحنا عندنا مباراه نهائيه يوم الجمعه ان شاء الله ربنا يتمها بالخير وناخد البطوله. بس محتاجه بقى هنا واقفه بقى تحليل اداء المنتخب في مشوار التصفيات، يكون في مصارحه، في ناس بتحب بلدها، في ناس بتحب ان احنا لما نروح في يوليو 2020 يبقى عاوز اقول ان الكره المصريه جت هنا وتركت بصمه هنا، مش عايز تمثيل مشرف، مش عاوز، لا خلاص انا ضد الكلمه اللي حصل في 64 ده، كنت خدت رابع 64 في طوكيو، تمام الكره المصريه وقتها خدت رابع. طيب ليه ما يبقاش عندنا طموح؟ هل احنا اقل من نيجيريا والكاميرون خالص والسنغال خالص والله؟ ها والناس دي خدت الميداليه الذهبيه وخدت فضيه وعملت نتائج، هل انت ما عندكش هدف؟ يعني انت وصولك هو ده الهدف وخلاص، شكرا وصلنا وخلصنا كده يعني، ولا يعني في سياق كلام حضرتك لازم نستغل الدوافع اللي جوه الولاد. الولاد عارفين ان هم لا احنا نروح ونوصل ونجيب حاجه مهمه جدا. وابرز نقطه في المشوار ده بامانه شديده رمضان صبحي مصطفى محمد، بالظبط رساله للمتعصبين، رساله للمتعصبين ومن زرعوا التعصب. احنا عندنا الفتره اللي فاتت زادت نسبه التعصب بصوره مرعبه ومخيفه. اللقطه اللي ما بين الاثنين قتلت حاجات وحشه كتير عند ناس، لقطه كانت مهمه جدا محتاجه، والمصور اللي اخذ لقطه الاثنين مع بعض بارع ومبدع. دي لقطه احنا كنا بندور عليها، عايزين نقول له شكرا ليك انك انت عملت حاجه زي كده، لانه احنا ما كترناش على بعض، يعني ما كترناش على بعض، يعني طول عمر الاهلي والزمالك مع بعض في احترام وفي منافسه، لكن ما وصلتش من السوء من اللي بيحصل في الفتره اللي فاتت. يعني شيء بصراحه يحتاج الى وقفه، يحتاج الى تطبيق قانون، يحتاج الى حاجات كتير عاوز ترجع. لابد من اعاده كره القدم لطريقها، يعني ترجع لنا الروح. انا انت تشجع فرقتك وانا اشجع فرقتي، لكن ما ينفعش اللي حصل انه مثلا الاهلي بيلعب نهائي افريقيا مع الترجي فيقوموا ناس يبلغوا الترجي الحق ده في كذا مثلا في اللي حصل امام الترجي السنه اللي فاتت، وما ينفعش مثلا الزمالك هيلعب مثلا نهائي الكونفدراليه مثلا مع نهضه بركان وانا ابلغ مثلا المنافس، ده بيضحكوا علينا. ايه اللي حصل لنا؟ مصلحه مين بنعمل كده في بعض؟ وليه كترنا على بعض؟ فاللي انا عايز اقول يا كابتن احنا محتاجين فعلا، انا عندي كل الاجابات بس طبعا انا متحفظ عليها، انا عندي كل الاجابات والاجابات باينه لاي حد. اللي عايز اقوله لحضرتك انه اللحظه اللي احنا بنعيشها والتجمع الجميل ده بتاع بطوله افريقيا ده شيء كويس جدا، بس بعد ما تخلص البطوله وهيطلع ألف واحد هم اصحاب الفرح، ها نقطه من وجهه نظري حل الاداء المنتخب، ايه اللي هيحتاجه من عناصر الثلاثه اللي مصر كلها دلوقتي 100 مليون محلل بيقولوا بيرشحوا الناس، يعني ممكن يكون شوقي غريب نفسه لسه ما قررش حاجه، ده بفكر في مباراه الكاميرون وكوت ديفوار، قصدي في المباراه النهائيه، يعني عنده مواجهه صعبه جدا، يعني احنا مستعجلين، طب لما ننتهي البطوله نفكر. لكن انا عاوز اقول ايه يا جماعه، نبص على الاخطاء اللي تم ارتكابها، نبص على الاداء التكتيكي للفريق في الملعب، الرسم التكتيكي للكره في الكره المصريه فين، شخصيه اللاعب المصري، شخصيه المنتخب المصري. اذا كنت عاوز تبني يا تبني على المنتخب ده وتكمل، يا اما بقى يبقى زي اي حد ناخد ثلاثه اربع لعيبه ونطلعهم المنتخب الاول عشان نكمل مشوار وخلاص رحله وانتهت ماشي. ما هو المنتخبات الاولمبيه بتبقى رحله مع انتهاء البطوله ايه الدورات الاولمبيه ماشي، لكن كاس بيبقى لما يبقى مكسبه
انه كسب 3 4 5 6 مواهب، عندك 6 الى 7 مواهب في المنتخب الاولمبي الحالي. عايز اسال حضرتك سؤال، انت كم مره قلت الكلام ده؟ يعني مع اختلاف المواقف قلته من سنه كام؟ ده قلته كتير والله، وقلته بزياده بعد ما كنت مع المنتخب في روسيا. طيب لانه صعب، لانه انا صعب، انا عاوز حاجه، لانه معلش انا قاطع، لانه انا يعني واحنا قاعدين في المدرجات حسيت ان احنا قليلين قوي، يعني قليلين جدا. لا المفروض احنا احسن من كده، احنا لما نخسر من اوروجواي 1-0، نخسر من روسيا 3، وبعد كده نخسر من السعوديه 2-1 والمباراه كانت معانا وفي جيبنا وكنا مخلصين، ها كاميرا هي تقول لي هي دي الكوره، اقول لك اه هي دي الكوره، بس مش، لا مش معنى احنا هي دي الكوره، لا مش هي دي الكوره، مش هي دي الكوره خالص، لا لا احنا غير كده خالص. اللي حصل حصل. عارف حضرتك لو كنا قيمنا المنتخب بعد ما صعدنا كاس العالم، قيمنا ادائنا اللي حضرتك بتتكلم فيه دلوقتي، ان احنا نقيم اداء المنتخب الاولمبي دلوقتي عشان نشوف احنا رايحين فين في الاولمبياد، نشوف بقى احنا هنبقى نشتغل مع الناس دي ازاي. لو كنا قيمنا منتخبنا بعد صعودنا لكاس العالم وقبل ما نروح، لو كنا قيمناه بمصداقيه الناس بتفهم، لا كان هيقولوا لا كان لازم يبقى في تغييرات كبيره جدا جدا عشان نعرف نواجه الناس اللي احنا رايحين نلعبها، نواجههم بفكرهم. اه طبعا ده اللي حضرتك بتتكلم فيه، ما ده اللي بتكلم فيه، والكلام ده بنقوله كتير. وعاوز اقول لك انه بامانه شديده اتحاد الكوره يا جماعه، يا جماعه بامانه شديده اتحاد الكوره لا عاوز تطوير، بس مش عاوز ناس، يعني مش عاوز اقول ايه، يعني مساله الرسمه والاتهامات اللي مثلا الاتحادات كل اتحاد بيبقى له فيه ايجابيه وفيه سلبيه. يعني مش عاوزين، عاوزين نخرج من دايره دايما احنا محضرين انه فلان متآمر مع فلان وفلان، يعني عاوزين نخرج امتى يعني نتخلص من الذهن الفاسد في المسائل دي. امتى محتاج ناس تكون بتحب بلدها وبتحب انها تنجح. حضرتك بتتكلم كلام مهم جدا. ما انا بكلم بقول لحضرتك يعني خلي بالك احنا خرجنا بره الموضوع، بس انا الكلام اهم من اللي انا كنت بسالك فيه بصراحه. تحب حضرتك انت اللي بتصدر لي حاله الشك. انا مش، انا يعني كل الجماهير دي مش جماهير مريضه. انت اللي بتصدر لي حاله ان انا اشك فيك. طبعا. وبالتالي انا بقول لك لا في حاجه وفي حاجه، في 1 2 3 4 5. فانا لو انا مطمن لك وشايف الدنيا ماشيه كويس، طب ما انا هبقى مبسوط، لان انا مصري وعايز زي ما حضرتك بتقول مش عايز ابقى مكسور اتفرج على منتخبي وانا رافع راسي. فانت اللي بتصدر لي لما في كل منظومه فيها حاجات سلبيه وحاجات ايجابيه، مش حاجات سلبيه بس. لا في حاجات، انا نفسي الاقي حاجات انا ايجابيه. انا عاوز اقول لك على حاجه، ما وصل اليه الحال هو انه احنا تركنا القانون جانبا ولجأنا الى الحلول، العادات العرب. تمام. ده القانون للضعفاء، عشان بس ما نضحكش على بعض. جميل قوي. القانون في مصر، ما ده الحقيقه، ماشي، دي الحقيقه اللي كانت على تمام. على اسال اي احد في كره القدم، قانون يعني مثلا بص على الحكام، تجد الحكم عند مواجهته اللاعب الاهلي والزمالك مختلفه تماما عن الانديه الثانيه اللي ما عندهاش جماهير ولا اعلام، تجده اسد جسور، وعند الانديه الكبيره وجماهيرها تجد الحكم ينظر امامه وخلفه في المدرجات ومن وراءه حتى ياخذ القرار. يعني بتبقى العمليه ايه؟ العمليه واضحه، والناس خلاص ما عادش ينفع تضحك عليها، مش هتعرف تضحك خلاص. تمام. انت دلوقتي على الهوا. تمام. صفحات السوشيال مش هتسيب هفوه. تمام. باللقطه. هو بدل الكاميرا بقى في مليون كاميرا، في مليون كاميرا كله قاعد بيتفرج عليه. بالظبط. محتاج بناء شخصيه في كل حاجه يا كمان. يعني عاوز اقول لك موضوع كبير جدا، لو قعدنا نتكلم فعلا يعني عاوز اقول لك ايه الموضوع، عاوزين نتكلم صح لمصلحه اللعبه دي يا جماعه، المفروض نكون في مكان احسن من كده بكتير بكتير. انا معاك، احنا عندنا ما ينفعش نقف جدا، ما ينفعش نقف على واحد ولا اثنين ولا ثلاثه، لا ده الموضوع اكبر من كده، الموضوع اكبر من انه يعني احترام للعبه. ما تقوليش هبدا الدوري بالجمهور وتوقف لي الدوري شهر عشان بطوله افريقيا، مع كامل احترام لصاحب القرار. طلعت النتيجه اللي بيقوله كابتن حسام بدري، يعني الدوري واقف انا اعمل ايه؟ ماشي الدوري واقف، ومين اللي وقفه؟ ما اللي قايمين على المنتخب الاول. يعني اتحاد الكوره انا بصراحه مش مع، مش لا بص حضرتك مش الوقت مع المبرر ده لا مش بتكلم، مش مساله المبرر، لكن انا بكلمك على اقول لك ايه؟ على انت مباراتين، مباراتي كينيا وجزر القمر المفروض يتمسك الشطب كده، يعني بص
يتشطبوا من تاريخ المنتخب الاول لو جينا اتكلمنا. هنتكلم عليها بس تعالى نقفل ال هو مش احنا ملف فتحنا. احنا بدانا في يعني صفحه لسه احنا خلي بالك دخلنا في كل حته ونزلنا وطلعنا. ها بس حلو بس حلو احنا اتكلمنا في حاجات نزلنا وطلعنا بس حاجات مهمه جدا. وامتى بقى نقول نقف ونبني امتى شايف امتى دلوقتي بعد ما طلعنا اولمبياد داخلين لا دلوقتي على بطوله افريقيا. بص عايز اقول لحضرتك على حاجه احنا دلوقتي منتظرين يا كابتن احمد مش انتخابات جايه السنه الجايه ولا مفيش بعد الدوري الاولمبيه هيبقى في انتخابات لاتحاد الكرة حاليا تمام. بيتم تقليص عدد الجمعية العمومية لاتحاد الكرة تصل ل 100 نادي 102 105 طبعا ده كله الكلام ده ايه على حساب ايه على حساب اندية الغلابة طب هو ده الحل يا فندم المشكلة فين ماشي احنا مطالبين بالكلام ده طيب بقول الاستاذ عمرو الجنيه انا عاوزك تعمل حاجة واحدة بس نعمل حاجة واحدة بس وشوف يعني ايه وعندما تترك الاتحاد شوف الناس هتعمل ايه وكانت بايده رغم انه جه في وقت ضيق بامانة شديدة وهو راجل يعني مش عاوز اقول تخصص هي مش فهلوة يعني لماذا لم يتم انشاء رابطة الاندية المحترفين للدوري وفصل الدوري بمسابقاته بكل حاجة بعيد عن اتحاد الكرة انا كنت متوقع منهم كده ده الشيء كنت متوقع ان هو يعمله ما تحسب له بقول لك اهو هتعمل حاجه واحده هتريح هتجيب لجنه هتدير بمقابل هتجيب لجنه حكام هتدير بمقابل وتتحاسب هتجيب لجنه مسابقات هتدير بمقابل بالظبط هنخرج من دايره ابيض واحمر واصفر واخضر بالظبط هتدير ناس هيبقى عندك بطوله ليها رسمها واضح ليها مقابل مادي يستحق قول لي بطل الدوري بياخد كام قول اللي بيتأهله من الدرجة من الممتاز به بياخد كام؟ في الدوري الإنجليزي بياخد 150 مليون جنيه استرليني. يعني لسه فضل لما طلع خد 150. احنا بناخد احنا بناخد 150 جنيه، ماشي؟ فاللي أنا عايز أقوله لك إيه؟ حاجة واحدة بس كانت إيه؟ طب بعد كده دخلنا في مشكلة كبيرة وتأجيل المباراة ولا مش عارف مين ونلعب والحركات اللي بتتعمل، ما هو ده خلاص أنا معاك في إن الحركات اللي زي دي بيتم فيها بتدي فرصه ذريعه هنا يبدا الشك خلاص ده اللي بكلم حضرتك انا مش مختلف معاك انا عاوز اقول ايه انك انت بامكانيه والله نقدر نعمل موسم قوي والله نقدر نعمل دوري قوي نقدر نعمل مسابقتين مش مسابقه واحده تعمل دوري ممتاز الف والممتاز ب وكمان يقدروا يسطروا اساميهم بمايد ما انا بكلمك اهو مسابقة انا بكلمك اهو مسابقة احنا واقفين دلوقتي على فين؟ عارف انت عارفين احنا بنروح فين؟ وامتى هيطبقوا حكم الفيديو؟ الفار يا جماعة ده عظماء التحكيم في العالم بدأوا ينتقدوا حكم الفيديو قال لك افقد اللعبة شوفوا المعركة اللي شغالة في الدوري الانجليزي يعني شوف المعركة اللي شغالة في الدوري بعد تطبيق الفيديو دلوقتي وبوضع مختلف ما بيروحش يبص على الشاشة الشاشة في الملعب يعني بيبص يا تسلل مش تسلل يا هدف على طول مفيش رغم ان هم ايه دي عامله ايه عامله عندهم مشكله النقله محتاجه بس احنا عندنا اسف يعني في التعبير عندنا بلاوي قبل الحكم الفار بكتير ما انا بكلمك يعني الناس بره خلصوا حاجاتهم عايزين بقى حاجه كمان يعني ترفيهيه يعني لكن احنا عندنا عايزين نبني اساسا البيت اساسا ولما تبني الفار هتعتمد على مين لا نبني البيت الاول بعد كده انا بكلمك ما انا بقول لحضرتك يعني بقول لحضرتك ايه انك انت محتاج مسابقه منتظمه محتاج كتير جدا. انك انت يبقى مثلا الموسم ده يعني يطلع يعني بعد دراسه وتفكير المفروض يطلع تحت الكوره انه بدا الموسم خلاص الموسم خلص الموسم ده بدا خلاص مشيت اللعبه الموسم اللي جاي يا جماعه هيبدا رسميا طب لجنه الانديه وشروطها وتجيب وقعدنا نجيب خبراء من انجلترا ومن المانيا وروح وجاي وتعالى وفي الاخر النتيجه ايه؟ النتيجه ان كل شيء اصبح كما هو كرة القدم المصرية تراجعت ومحدش واخد باله. ده كلنا واخدين بالنا والله. ها؟ كلنا والله العظيم محدش عارف شايفين المسألة انها تمشي كده. ممكن حضرتك تقول مسؤولين مش واخدين بالهم لكن كل لا انا بكلمك على المسؤولين اللي قائمين عليها يعني عاوز اقول لك ايه؟ القائمين والمسؤولين يا جماعة لا احنا نستحق نكون في مكان أحسن من كده. ولازم بعد البطولة قضية الدوري راجع أهو. إيه اللي دي يا جماعة الجمهور يرجع؟
يعني اسال، ما هو الجمهور بيدخل اهو يا جماعه. الجمهور لا امبارح 70,000، ده حاجه ما حدش كان يتوقعها اصلا. الجمهور بعد ربنا سبحانه وتعالى وفضله علينا كان سبب رئيسي في اللي احنا وصلنا له. الدفعات اللي بيديها اللعيبه والتشجيع اللي مش طبيعي. خلي بالك ده الجمهور، ده هو اللي بيديك الخبره يا كابتن. بالظبط. عايز افهمك على حاجه، طاقم التحكيم الحكام الجداد اللي طلع في فتره 5-6 سنين، تقدر تقول لي في حد فيهم يقدر يحكم ملعب 70,000؟ يترعب. إيه؟ كان شخص بقى فولاذيه. ما انا بقول لك اهو. ها؟ طبعا. قول لي كده هيتحمل الضغط ده؟ اللعيبه اللي ما شفتش جماهير. ما انا بقول لك اهو. ما انا بكلمك اديني بقول لك اهو، بدليل انك انت لما رحت ولعبت فاينل الترجي السنه اللي فاتت الاهلي، انت ملعب او اجواء احنا مش عارفين نتكلم عنها واللي تعرض له الاهلي، كل ده مش عاوز اقول مبررات، بس عاوز اقول لك شفت الجمهور كان عامل ايه؟ انت ما لعبتش في قدام جمهور زي كده في بلدك، يعني ما الاستاد بتاعك مش مقفول عليك، بالعكس 10 20 30. الجمهور انت مديله الثقه والناس عايزه اديها. فاللي انا عايز اقوله الناس ممكن تنظم كمان نفسها. لا انا بقى انا ما احنا بنتكلم، ما هنخش في يعني الموضوع هيبقى شغل كتير يا كابتن. فرصه للاستاذ عمرو الجنايني وللمجموعه اللي معاه ان كنتم ممكن يتكتب ويتقال جه في سنه من السنين مجموعه عملت نقله. والله ايه العظيم. النقله والله العظيم النقله يا جماعه، انه خلاص تم اعتماد رسميا انشاء دوره محترفين. حاجات كتير في ايديهم زي ما حضرتك بتقول، ماشي رابطه الدوري وخلاص اتحسم الموضوع. طب يا جماعه الدوري هيبقى 18 ولا هيبقى 16؟ احنا مش عارفين هيكمل بال 18 ولا هيخليه 20، ها ولا هتكمل بال 14 يعني برضو ايه. اصل كان في كلام لو تفتكر لما اتعمل الدوري 20 انه كان هيبقى 18 بقي 18، بعد كده قال لك هيبقى الموسم اللي بعديه 16 بالظبط، وبعد كده قال لك ممكن نفكر نخليه 14. خلاص كل الكلام ده راح فين؟ انتهى، ما تعملش منه حاجه. الفرصه ما زالت متاحه، نقدر احنا بنمر بمرحله بعد ما وصلنا للقمه كان طبيعي جدا لازم تتوقع الوصول للقمه يتبعها هبوط، بس في هبوط بتيجي على جدور رقبتك، وفي هبوط وانت نازل بتنزل وانت واقف على رجليك. بالظبط. تحصل لك هزه. بالظبط. احنا جينا على جدور رقبتنا. انت بتفتقد حاليا يعني ايه النجوم. نجوم دلوقتي بنجوم ارقام. ده ب 50 وب 60 وب 70. لكن لما ارجع يعني اقارنهم بما قبل ال 20-10 لا ما فيش مقارنه. حضرتك قلت في سياق كلامك اصل هي مش كنت تتكلم على الدكتور عمرو الجنايني وادارته لاتحاد الكوره في اللجنه الخماسيه. تقول ان هي يعني مش فهلاوه، يعني مش الموضوع مش معضل. لا مش معضله. حضرتك مع الراي اللي بيقول ان الدكتور عمرو الجناني كان لازم حد يكون عنده درايه بكره القدم، حد لعب كره قدم، ولا هي الاداره في حد ذاتها زي ما حضرتك بتقول كده مش معضله طالما انا بعرف دي؟ بص حضرتك، هي مش شرط لعب كره القدم يبقى يعني خلاص يبقى هو المسؤول عن كل حاجه. جميل. لا ممكن الإدارة الناجحة، الشخصية القوية. يعني لما جيت كابتن عصام منعم ربنا يديه الصحة سنة موسم 2004-2005 اتعمل موسم تاريخي. تمام. دوري بدأ في كذا ده كذا وانتهى في مايو. تمام. اللي هو بعدها بدأت نهضة الكورة في مصر، بعدها بدأت النقلة اللي حصلت بقى، وتم اختيار الكابتن حسن شحاتة والأهلي كان مسيطر على افريقيا بيمتلك افضل لعيبه، وكان في دوري منتظم وجمهور، وقول زي ما انت عايز. تمام. كان في حد عندنا عدى 5-6 سنين مثلا بعدها خلاص ما فيش حد شايف. دي حقيقة. بطولات. دي حقيقة. ورغم ذلك يعني لم يكن التوفيق حليفهم ان هم يروحوا ايه؟ كاس العالم. نصيب. سبحان الله اتعمل بقى في الفيفا حاجات يعني احنا ايه تقول كذا و تمام تمت حاجات كده سيب وانا سيب. تمام. تمام. فاللي انا عايز اقوله ايه؟ انه اتعمل الكلام ده في ظروف ها؟ مش عاوز اقول اصعب من دي. لا مش اصعب من دي. يعني وقتها حتى لما اتعملت الجمعيه العموميه وجماعه وخلوها 80 وبعد 85 وبعد كده 90، بعد ما مشي كابتن الصام رجعت الجمعيه العموميه ايه؟ تدريجيا ليه؟ كل واحد بيرجع ايه؟ لانصاره والحبايب وخلاص الموضوع
الموضوع مش الموضوع زي الانتخابات النيابيه، علاقاته بتجاملني وبروح لك فرح ومناسبه وبتاع، اللي معاهم الاصوات بيعملوا كده مش تمام. يعني وابقى واقف معاك بس انا مش بفهم مش في زين، وانا مصلحتي بتقضي مع كابتن ميدو فخلاص انا مع كابتن ميدو، انا مع كابتن ميدو. لكن عيب قوي لما صوت الاكثر يعني الفريق الثاني الاكثر تدهوني على مستوى العالم يتساوى بمركز شباب وقطين وصاله، لما الاهلي يتساوى صوته، لما الزمالك يتساوى صوته، لما الاسماعيلي يتساوى صوته، لما الانديه المحترفه دي تتساوى صوتها باي حد، لا ده انت كده مش عاوز تطلع قدام خالص. تمام خلاص اخش معاك الجماعه وايه يا عم انا صوتي زيك. ايه يعني؟ ايه الفرق بينه وبينك يعني؟ تقدمت ايه يعني؟ يبقى هنا في منظومه غلط. لابد من فصل الدوري الممتاز ويبقى بطوله زي ما قلنا، وعائد من الفلوس دي بيصرف على ايه؟ بيصرف على الدوري الممتاز به والدوري الدرجه الثالثه والرابعه والخامسه زي الناس اللي بره في ثالثه ورابعه وخامسه وسته وسبعه. بدي فرصه يا فندم اوسع قاعدتي، ما انا بدور وفتش. عندي كتير والله، عندنا كتير. انا بقول لك اهو بفتش وبدي، احنا من غير ما نفتش عندنا. ما انا بكلمك لا بفتش وبصرف هناك، دول اللي يستحق الصرف عليهم وتعمل لهم بطولات وتعمل لهم شغل وتعمل لهم ملاعب وتعمل لهم يعني لازم تروح. لكن انت دلوقتي كل هدفك وبعدين كل هدفك هو انه يعني يبقى في فلوس بس ومنتخبات وبتاع، ولا كل هدفك انك تطور الكوره يا فندم؟ تطور الكوره، التطوير اللي هيجيب لي فلوس. التطوير يا فندم بيتبعه نظام انت حاطه. طب حد يقدر يقول لي يا فندم يعني. ايه هو التقرير اللي عملته اللجنه الفنيه مثلا في اتحاد الكوره في اي زمن؟ يعني مثلا ايه قال لك بعد انتهاء الموسم تقرير اللجنه الفنيه لوحظ من خلال الدوري المصري انه ما سجلناش ولا هدف بضربه الراس، عندنا نقص. ما سجلناش ولا هدف بالتسديد المباشر، عندنا نقص. لوحظ ان احنا اداء الانديه كلها يعني الاداء مش متطور، كوره عقيمه. يعني عايز اقول لك ايه، انت بتبص على ايه؟ على منظومه انت شايفها، مش انت جاي تعين حد عشان تجامله في اتحاد الكوره رئيس اللجنه الفنيه مش لاقي له حاجه بره، فانت جايب رئيس اللجنه. وبعدين الراجل يبقى عاوز يشتغل وعاوز يعمل حاجه ويعمل تقرير ويقول لك عين فلان وعين فلان وتعين فلان، يخش المجلس لا يا عم احنا مش عايزين دول، هنعين فلان عشان ده حبيبي اللي ماشي معايا، وانا عين فلان عشان ده اللي كان سهران معايا امبارح، وانا عين فلان. مش كده، مش كده ماشي. انا لا امانع يا سيدي، عين الناس بتاعتك اللي انت، بس يكون يستحق. يكون مش ايه مدرب يفشل مع منتخب مثلا كذا نروح ناقلينه من المنتخب الثاني. ايه يا عم في ايه؟ لم يوفق. طب تعالى انت شايف مدرب كويس يا فندم؟ انا شايف مدرب كويس. طب خلاص يبقى ايه المشكله اللي عنده؟ احنا هنطور، احنا هنجيب خبير الماني، خبير انجليزي، خبير اسباني، حد من الناس اللي فاهمه هيديني يقعد معانا هنا. انا مش الهدف يا فندم ان انا اديك شهاده، والله اقسم بالله ما عايزين. في ناس عندها 750 الف شهاده خبره. الشغل على الارض يا فندم بالتجربه بعيد خالص، يا اما تطلعها على الناس دي بره وتصرف عليها وتعلمها والسهق يرجع لك انك انت يستفيد، وتديله لقواعد الناشئين يبقى ناس عندها مدربين، مدربين الف يشتغلوا في قواعد الناشئين وياخدوا اعلى مرتبات، ده اللي هيطلع لك. مش تدي للي فوق، اذا ما علمتش اللي تحت رسم الملعب ازاي والتكتيك ازاي والكره بتحرك بيها ازاي وبيعمل ازاي هيتعب معاه اللي فوق. طبعا بدليل ما لاحظتش كل التجارب اللي فشلت في الاحتراف في الخارج، لعيبه كتير راحت وما نفعتش، ولعيبه كتير رجعت اتصدمت، ولعيبه كتير خد عنها موقف. ده فرانس فوتبول في 2008 عملت تقرير عن عمرو زكي، عن حسام غالي، عن ميدو، واتكلموا عن اللاعب المصري، اتكلموا على اللغه، واتكلموا على الثقافه، واتكلموا على انه محتاج يتطور ومحتاج حاجات كتير جدا عشان يوصل. عشان كده نجح محمد صلاح لما راح قعد ست سنين في سويسرا اتعلم اللغه وعاش اوروبا وعاش وراح وجه وطلع ونزل وخد الدوري بقى عنده خبرات. عشان كده رمضان صبحي لم يوفق لما طلع على طول على الدوري الانجليزي، كان المفروض يبدا على الاقل في دوري اقل ياخد فرصه يتعلم يعيش يكسر المخاوف اللي جواه يتاقلم. كنت هتشوف لعيب قد كده 20 مره. لازم يختلف الرؤيه. لازم تبص انه في دوريات في اوروبا مهمتها صناعه اللعيبه لبرشلونه وريال مدريد وبايرن ميونخ والناس دي. بتبقى عندهم متابعين وكلاء ناس مهمته بدي لك مقابل انك انت مهمتك تلف لي الكره الارضيه تدور لي على حد انا عاوز باك رايت بعد سنه.
انا عاوز راس حربه بعد سنتين عشان عندي فلان هيبطل كوره. فين الكلام؟ احنا عايزين نعمل دوري بس. كل ده الكلام اللي احنا بنقوله ده عايزين نعمل دوري. نفسنا نعمل ايه؟ دوري. دوري دوري محترم يكون القرار من داخل اتحاد الكوره. اتمنى اتمنى انه الدوري يرجع. أنا يرجع معاه جمهور. بعد الدوري بكتير. انا بكلم لا عنده فرصه استاذ عمرو الجنايني طبعا والمجموعه اللي مقابلك يا جماعه خدوا قراركم واحسموه مع الوزاره واحسموه وقولوا انه بدءا من الموسم الجاي 2021 خلاص في رابطه محترفين انتهى الكلام وتجهز وراه وتعمل كل ترتيبات ويتم فصل الكلام عشان من اجل انك انت ترجع عدد المحترفين يا جماعه. لا 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 اربعه ايه؟ ليه اربعه؟ اكتر من اتنين مفيش. ما الناس هتلعب فين؟ يعني انت اليوم عندك كل المهاجمين في الدوري المصري من الشمال لافريقيا. قول لي كده حضرتك مين المهاجم اللي كان مع الكابتن حسام بدري في مباراتين كينيا؟ ها؟ وجزر القمر. فين يا فندم؟ وقبل الكابتن حسام بدري، مين يا فندم؟ قول لي مين المهاجمين؟ مين يا فندم في نص الملعب؟ ثواني بس، مين في نص الملعب؟ مين البلاي ميكر؟ مين اللعيب؟ النجم عندنا في الدوري دلوقتي في مين؟ فرجاني ساسي. ويمكن بشويه طلع حمدي فتحي واتصاب. شويه. مين الباك رايت هنا ومين الباك ليفت هنا؟ تمام. ما انا بقى كل الكلام لا يعني اساسيه بس لكن هو ما بقاش في ماتش. لا لا يعني عاوز اقول لك ايه؟ انه لا بلدنا يعني مع كامل الاحتراف الاحتراف على راسي من فوق يا جماعه. يعني اشوف انا الاحتراف ده يعني اضاف لي ايه؟ هذا المنتخب اهو عندك كام لعيب محترف؟ هم اربعه اللي احنا بنجيبهم تريزيجيه وصلاح وحجازي واحمد حسن كوكا في حد تاني والنني والمحمدي والمحمدي اه طيب انت تصدرت المشهد في افريقيا وصلت رقم 9 على مستوى العالم واحد في افريقيا ثلاث دورات من 2006 ل 2010 باللاعب ايه؟ باللاعب المحلي بالظبط صح ولا مش صح؟ بالظبط حسام البدري حسام البدري جاي في وقت صعب جدا طب قبل ما ندخل على الكابتن حسام بدري قبل ما ندخل على الكابتن حسام بدري الفرحه العارمه للدكتور عمرو الجنايني امبارح لما شفناه مش اول مره اه ها يعني مشاعر يعني عاوز اقول ايه مش عاوزين نقول ايه اصله لو كان فلان وكان يا جماعه يعني يعني بتحصل يعني مش عاوزين نقف قدام لا انا مش قصدي كده يعني ممكن يكون هو عايز منفذ ان هو يعني عنده المنتخب الاول قلقان شويه وخايف فتوسم بقى خير انتوا اللي هتفرحونا دي الفرحه الكبيره اللي بيحصل دي الفرحه الكبيره الفرحه الكبيره طبيعيه لا فرحه كبيره وكان حظنا كويس ان البطوله كانت على على ملعبنا على ملعب على فكره يعني طب دموع كابتن شوقي غريب كابتن شوقي غريب عليه ضغوط عشان ما نضحكش على بعض انا ضغوط وسامع كلام والناس بتتهم وانك انت جاي مجامله وانك انت كذا وانك انت لولا فلان ما كانش يعني عاوز وخدت فرصتك مره واتنين ثلاثه يا جماعه يعني عاوز اقول ايه في اوروبا انا نقول الكلام تاني في اوروبا الفاشل بيقفوا معاه لغايه ما ينجح خلاص واللي مش بيتعلم بيعلموه واللي عنده مشاكل بيساعدوه احنا الناجح بنفشله والفاشل بندمره يعني ما ندوش فرصه يعني ايه ممكن يبقى مش يومك وانت لعيب كوره الكوره ايه بالنسبه لك كانت يوم يعني انت ممكن تبقى في يوم ماتش الكوره مدياك التوفيق وتجيب هدف واثنين وثلاثه وتعمل واحده خلاص وتيجي ماتش تاني بتبقى العمليه ايه عندك ايه تعبان مجهد مش قادر حصل عندك خبطت في اول الماتش نازل متقرف مش يعني عاوز اقول ايه شيء غريب يعني ربنا كافئه بالوصول ده بعمله جديد لانه كانت بالنسبه له البطوله دي نقطه فاصله في مشواره التدريبي تمام هو اجتهد انا بقول لحضرتك هو اجتهد وعمل اللي عليه وربنا كفه واديها له واللعيبه وقدر بالروح وبالاخلاص وبالقوه في حاجات عنده فيها مشاكل وعنده فيها في لا في شغل لا منتخب الام محتاج شغل اكتر من كده مش عيب نتعلم مش عيب نطور مش عيب نبص على مين بيلعب ازاي نشوف المنتخبات دي لعبتنا ازاي يعني اشوف كورتها اشوف اتكلم يعني ايه ما ينفعش تلعب جنوب افريقيا وانت مش عارف تبني هجمه على ملعبك يعني اربع خمس تمريرات وكره طوليه والتاني بيعمل 20 تمريره ده يخليك بعد كده ايه
الماتشات دي جيبها تتفرج. بس في رئيس محمود يقول لك طب وانا عملت ايه بال 20 تمرير؟ عملت بال 20 تمرير؟ لا لا انا بكلمك يعني في الراي، لكن انا عن نفسي لا، بالنسبه عندهم اسلوب لعب معين بيطبقوه. تخيل نفسك يا فندم، تخيل نفسك كده هتلاقي هتلعب بره ملعبك. سيبك منين عشان ضغط الجماهير والكلام ده، برضه الجمهور بيديك الثقه رغم ان اللعيبه اول مره يلعبوا قدام الجمهور ده. فاللي انا عايز اقوله انه لا، برضه الجمهور بيحب الكوره. لا محتاجين شغل. اه لا محتاجين شغل. يعني انت تقول لي ايه، اصل احنا بنخبطها كده بتيجي جول فخلاص هي ماشيه معانا. لا مش هتمشي معاك على طول، مش هتمشي معاك على طول. ما كانش عندك تكتيك في الملعب وتعرف تدور الكوره ازاي والشغل ده الناس اللي بتحبه، الناس اللي عايزاه. يعني في ناس يقول لك لعبنا ماتش وخسرنا بس انا زيفت كوره. بالظبط صح ماشي. هتقول الوقت ده ما ينفعش فيه، هقول لك لا مش مساله ما ينفعش. مين قال لك لما انت بتلعب بكوره كويسه وتخسر؟ مين قال لك انه هيحصل الكلام؟ هتنجح يعني ايه؟ ممكن يبقى جنوب افريقيا بعد بكره ممكن تبقى هي واخده البطاقه الثالثه من غانا ماشي. فاللي انا عايز اقوله شاور، عايز بقينا اسلوب لعب. اه لا في اسلوب لعب، اسلوب لا في اسلوب لعب. انت كلنا اتفرجنا وكلنا شايفين. احنا ممكن احنا عندنا الامكانيات كابتن ان احنا نبقى احسن من كده. عندنا لعيبه مستواها يأهلها تكون احسن في وضع افضل من كده. عندك ست لعيبه سبع لعيبه في المنتخب ده ممكن يكونوا في مكان احسن من كده. كابتن شوقي غريب من المدربين اللي بيقعدوا بيذاكروا وبيتعلم وبيسمع، يعني مش كابتن شوقي غريب. بص اللي هو بص هقول لك على حاجه، دموعه في كل المباريات دي تعبير على وجود ضغط عليه. بس هو لازم يفضي دماغه. ما انا بقول لحضرتك ضغط، وهو ربنا كرمه ان هو يعني عمل البطوله. كنت تكمل متوقع بالمشهد ان يوصل بصراحه؟ اه ما يعني بصراحه لا، كان في قلق. كنت قلقان؟ قلقان. ويمكن برضو في منتخبات ما جاتش لعيبتها كلها. في لعيبه كبيره ما جاتش اديتها رفضت تسيبها. يعني لما توصلوا يبقى نودوهم ايه؟ طوكيو. لكن دلوقتي يعني هم ضامنين الوصول. مش ده اه لا قال لك لما توصلوا. لكن انا عايز اقول لك ايه؟ شوقي اجتهد هو وجهازه عملوا كل اللي يقدر عليه. اتحاد الكره وفر لهم، مش اتحاد الكره الحالي، اتحاد الكره السابق، لعبوا اكتر من 19 مباراه وديه، منهم على الاقل 12 مباراه رسميه والباقي في مباريات ما اتحسبتش. خدوا كل الفرص، عملوا، ربنا كافئهم، استحقوا ان هم يعوضوا شويه من اللي حصل في كاس الامم الافريقيه المنتخب الاول. التفكير بعد كده هو المهم من وجهه نظري. خلاص وصلنا، خدنا البطاقه، البطوله بعد بكره ان شاء الله باذن الله تعالى. لكن انا عايز اقول لا، محتاج حاجات كتير، محتاج شغل كتير على المستوى البدني، على المستوى الفني، على مستوى الشغل في الملعب. انا قصدي ان هو دلوقتي مركز في ماتش الماتش خلاص بعد كده محتاج ان هو ايه، ودي حاجه صحيه. واعتقد انه يعني زي ما هو عمل قبل كده برونزيه العالم 2001 يقدر باذن الله تعالى ان شاء الله يعمل حاجه في طوكيو 2020. قول لي ثلاث اسماء ممكن ترشحهم للمنتخب الاولمبي. انا شايف ان في استعجال يا كابتن محمد، في استعجال للموضوع دلوقتي. ما تضمنش اصل انت دلوقتي هتقول لي اسماء واحنا لسه البطوله في شهر 7 مثلا. هنقول رقم واحد محمد صلاح، وعندك اثنين. شوف هو اللي بيقدر يجذب الحاجه دي. ها كل جماعه طالعين يرشحوا اللي شايفينه من وجهه نظرهم هو ايه اللي يستحق انه. طب ايه المراكز؟ بلاش الاسماء، ايه المراكز المنتخب الاولمبي محتاج؟ لا انت محتاج، لا انت محتاج يعني محتاج في الدفاع، محتاج في نص الملعب، وبحتاج في يعني اعتقد يعني الهجوم الامور مستقره كويس. نص الملعب ممكن جول كيبر خبره في الماتشات، او تعتمد على الشباب تديهم فرصه ممكن. لكن هي يعني تدعيم في الدفاع في نص الملعب. طب انت لو مكان الكابتن شوقي غريب هتعمل ايه؟ تفكر ازاي؟ بسرعه علشان انا عايز اكلمك في المنتخب الاول. احنا اتكلمنا افكر ايه في الاختيار يعني؟ يعني لو انت مكان الكابتن شوقي غريب تكمل بفرقتك، ولا انت بتلعب باسم مصر عايز تعمل حاجه جميله لمصر، عايز تعمل حاجه كبيره لمصر ان توصل لنهائيات؟ ده حدث يا جماعه. هو ده انا لما يبقى عندي فرصه ان انا عندي يبقى عندي اسم بحجم محمد صلاح. تمام. بيديني فرصه، بيديني من ثلاثة تاني خالص. يعني محمد صلاح نقله تاني. محمد صلاح رقم واحد اختيار رئيسي. محمد صلاح رقم شايف انه مثلا نص الملعب يعني في ما بين طارق حامد وفي حمدي فتحي اذا رجع بالسلامه ان شاء الله باذن الله تعالى ممكن يبقى اضافه. انت بتتكلم في 7 شهور لسه. بكلمك يعني في فرصه كويسه جدا.
الشناوي ولا حجازي؟ لا يعني ممكن، لا ممكن حجازي. حجازي اه سيب حارس المرمى، لانه في غير حارس المرمى حالي في اثنين بره، في ناس ما خدتش فرصه ما شفناهمش يعني، عمر رضوان اعتقد في حد تاني معاه، في ناس تانية ممكن، لكن عمر صلاح، عمر صلاح ممكن تبقى ايه تديك ايه دعم. ممكن تفكر في واحد زي تريزيجيه، يعني تريزيجيه برضو من اللعيبه اللي تقال تضيف لك. بس يلعب فين؟ على حساب مين؟ صعب جدا. مسألة صعبة جدا برضو، برضو عاوز أقول لك على حاجة. يعني أنا وجهة نظري هتبقى دايرة الاختيار في دول. تمام. يعني حتى لو احنا شايفين إن تريزيجيه مثلا موقفه صعب، وإنه ما هيلعب مكان مين؟ ها؟ بيلعب في حتة رمضان. ما أنا بقول لك بيلعب في حتة رمضان. هقول لك ممكن هتقول لهم في كذا تفكير برضو، يعني برضو في تكتيك وفي مدرب، ممكن انقل فلان في فلان احط يعني اعمل ماشي، لكن هم دول الاربعه او الخمسه اللي يبقى عليهم ايه؟ اتمنى ان هم يكونوا بحاله فنيه وقتها ان شاء الله باذن الله تعالى، ان هم يبقوا حاضرين يعني منهم ثلاثه على الاقل. لكن عندك فرصه، بقول لك كابتن شاوي ما تغلطش غلطه المنتخب الاول، في انه لما راح كاس العالم راح كده راح يتفسح، شايف انه الوصول كان الوصول لروسيا هو ده الاهم. لا، لم يكن الوصول لروسيا هو الاهم، انت تحمل عاتق الكره المصريه وسمعتها، الناس هتتفرج عليك وافريقيا بالذات، فعاوزين لابد مش احنا مش اقل من الناس اللي يعني هتروح معانا كوت ديفوار، وفي منتخب ثالث ممكن يبقى في منتخب رابع، لانه في لسه هيبقى في يعني مع قاره ثانيه من الرابع من مصر على ما اعتقد من افريقيا او حاجه زي كده. فانا عاوز اقول انه لا، لازم يبقى عندك طموح وعندك هدف، وزي ما عملت في 2001 ممكن تعمل ان شاء الله في 2020. تمام، جميل جدا. تعال نروح عايز عندي اسئله كتير جدا، خلي بالك على المنتخب الاولمبي، بس انا عايز اخد رايك بسرعه لان الوقت يعني الحلقه جريت بجد، فعايز اعرف رايك في المنتخب الاول، وعلامات استفهام كبيره جدا وقلق، وانا بصراحه مش مع الناس اللي بتقول اصل لسه بدري. انا بقى ليا بدايات كده بشوفها، حتى لو خسرنا بس لينا شكل، لينا هيبه شويه، لينا اسم، لينا ستايل في الملعب. حضرتك شايف ايه؟ لا احنا في ورطه. في ورطه؟ اه. من اي ناحيه؟ اولا يعني عاوز اقول لك انه كابتن حسام جاي في وقت صعب. ده من وجهه نظر، كل واحد له وجهه نظره واحترامه. تمام. عن عينه وعلى راسه. وجاي في وقت منتخب الوطني في ازمه. تمام. من قبل هم يعني ايه، امسك ورقه وقلم واختار لي عناصر، فلما تيجي من الدوري اللي هو يعني مش شغال، فيجي لك يتصاب عنصر من عناصر الفروض الاساسيه عندك، حمدي فتحي ومحمد صلاح. ايوه يعني الاثنين بقى، ما انا بكلمك اهو، ما عندكش راس حربه. يعني محمد صلاح كان مع كوبر، هو باصي صلاح، ما هو كان صلاح، مش احنا قاعد اقول لك العب بصلاح، باصي صلاح، طلع انا باصي صلاح، كان بالزبط. الناس بتضحك وشايفاها كده يعني، بس هي كانت كده فعلا، مش غير انها كانت كده. لكن على الاقل يعني بص، احنا لمنا على كوبر التحفظ الدفاعي الشديد قوي، رغم ان التحفظ الدفاعي ده هو اللي وصلنا نهائي 2017 في الجابون قدام الكاميرون، وخسرنا النهائي في 10 دقائق من غلطات دفاعيه، من غلطات دفاعيه معروفه يعني، هي مشكلتنا يعني نلعب، لا انا بقول لحضرتك اهو، مش اخطاء دفاعيه معروفه، كل الكرات العاليه احنا مش بالظبط حتى في الدوري، حتى في المواجهات يعني بتاعت الانديه الافريقيه هتلاقي عندنا مشكله. وشفت انت امبارح في الدقيقه 27 العرضيه اللي مرت على على خط الجول، يعني اي حد كان يعني سبحان الله، هي لازم تحصل هفوات، ما لازم تحصل، ما انا بكلمك مش ده، مش تكرار، مش ده بالله. فانا عاوز اقول لك حسام البدري جاي في ظرف صعب، وراجع وهو نفسه برضه من نقله من كم فتره يعني بعيد عن التدريب، بعيد عن التدريب، ورجع عنده، هيبقى عنده ضغط كبير جدا عليه، محتاج صبر اولا منه هو أن يتحمل النقد. يعني لازم يتحمل النقد، لازم تتحمل يا كابتن حسام، لازم تتحمل الفترة دي. يعني لن تسلم. إذا كان الكابتن جو رحمة الله عليه ما سلمش. ما فيش حد ما كانش عنده إيه؟ لا، ما كانش عنده فيسبوك. ما كانش عنده واتساب. وتويتر، وهتسمع كلام
كل الكلام ينال من اجل احباطك. عشان نكون واقعيين، محتاج تشتغل، محتاج تشتغل كتير جدا. وانا قلت قبل كده كان الفترة اللي هو بعت فيها كان لابد ان هو يكون حافظ على نفسه، ان هو يطور نفسه كمان. انا دي من الاسباب اللي كنت رافض يعني، ولا على فكرة ان احنا هو بص على هو وهو يمتلك ان هو يقدر يعمل كده. طيب توقف الدوري كان مفيد ليه ولا مضر ليه؟ لا انا مضر يعني. مضر ليه؟ مضر لا كابتن، هو فين انت؟ شوف الفترة اللي بعت فيها دي كلها، انت وجاي تلاعب منتخب. انت شفت الماتشين اللي شفتهم طبعا. ها بتاع ليبيريا شفته، وقبلهم ايه؟ انا عايز بتسوانا عشان بس بتسوانا انا عاوز اقول لك دول اربع ماتشات صح؟ ايه الشيء اللي حزنك فيهم؟ شيء واحد؟ لا في اشياء ما فيش روح خالص. اشياء ما فيش بص بص ما فيش خالص. بص عاوز اقول لك على حاجه، بتلعب كوره مع ناس نسيت الكوره والله. في ماتش كينيا احنا قاعدين بنتفرج، وانت بتتفرج وانا بتفرج والناس اللي قاعده معانا حوالينا، لا يمكن يكون ده منتخب مصر. طب يعني عاوز اقول لك ايه؟ لا شوف انت المنظر. خليني اسالك من 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 شكل تاني. حضرتك لما تروح تمسك حاجه جديده عليك، تفضل انت تروح تشتغل على طول، ولا تفضل ان هو يقول لك ايه هندي لك ثلاث اربع ايام كده تتعرف على الناس وتتعرف على الشغل وبعد كده اشتغل؟ ما عندناش الكلام ده. لا ده انا بقول لك يعني. لا لا كلامك صح. لا 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 ده انا بقول لك ايه، انا بقول لك ايه، انا بقول لحضرتك الكلام ده اللي انت بتقوله هو ده الصح. ده بالعكس، ده انا لما اجي اجيبك في مكان لازم اقول لك ايه رايك هنجيبك في الحته الفلانيه، فانت كراجل جاي جديد هتقول طب انا بس ليا طلبات. يقول لك نعم، يعني انت بتشرط؟ مش بتشرط، طب ليا طلبات. انا عاوز لا 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 انا بقول لك انا عاوز في واحد واثنين وثلاثه واربعه. واحد واثنين وايه؟ وثلاثة واربعة. فلما تيجي تقول لي مثلا جبت حسام بدري، حسام بدري هو اللي هيشكل الجهاز الفني بتاعه. هو كان في اسماء ما كانش موافق عليها كابتن حسام؟ قول لي او لا. في ناس طبعا يعني في ناس فرضت على كابتن حسام معقولة؟ في ناس يعني مش بس ده ما يقللش من الناس. افرض انا بسالك، انا جبتك دلوقتي حضرتك مسؤول، تعالى درب فرقة. هقول لك انا محتاج كذا وكذا وكذا عشان انجح صح. لك انا لا اقدر اتدخل اقول لك هات معاك مين المدرب العام؟ لا طبعا. ولا مدرب المساعد؟ لا طبعا. ولا مدرب حراس لا المرمى؟ لا طبعا. ولا انت بتجيب الناس اللي انت عارفها؟ انا بجيب الناس اللي تشتغل معايا. صح بالظبط. تمام بالظبط. ولا في حاجه تانية؟ لا مفيش حاجه. الاهلي لما النادي الاهلي اتعاقد مع فايدة او هو ممكن يقترح عليا اسم هيفيدني اكتر فاقول له اوكي ماشي خلاص. لما الاهلي لما يعني فايدر جه جايب الجهاز، مش انا جايب الجهاز كله بالظبط؟ هل ده يقلل من كابتن محمد يوسف على مشواره؟ خالص خالص. ها؟ خالص. يقلل مع الناس اللي مشت؟ خالص. ها؟ كابتن سامي قمصان؟ خالص. ها؟ ماشي. هل ده قلل من حد؟ وسامي قمصان موجود. موجود مع فايدة. محمد يوسف. محمد يوسف هو اللي مشي. تمام. ومدرب حراس المرمى كابتن طارق سليمان في مدرب موجود معاه. هل ده يقلل من اي حد؟ خالص. ولا انت شايفني بتقول لي انا عاوز انجح؟ فاقول لك اتفضل خد كل فرصتك عشان تنجح. لازم اعمل لك كده. خلاص اعمل لك كده. عشان احاسبك بعد كده. بعد ما انا احاسبك ازاي؟ بالظبط. كل الموجودين في جهاز المنتخب الحالي مطالبين بمزيد من مزيد من العمل. يعني ايه مزيد من العمل؟ يعني لازم كابتن حسام بدر يقعد يتفرج على الاربع ماتشات دول طول الليل والنهار. طب معلش سؤال. سؤال. ليه كابتن حسام وافق ان هو يتفرض عليه اسماء؟ مش هتنجحوا، او انا اسف في التعبير مش هتنجحوا، ان انا حاسس ان انا الاسماء اللي جايبها هي هتنجحني، ليه وافق؟ وهل قبل ده بقى قول لي او لا، ايهاب جلال جاني ولا مجني عليه؟ ايهاب جلال؟ جاني ولا مجني عليه؟ لا مجني عليه. طيب الكابتن حسام بدري ليه وافق؟ مش بساله هو ليه وافق، انا جاني فرصه ان انا ارجع تاني. ما طب ما دي مش صح يا زلمه. ما سؤالي انا جاني فرصه ارجع تاني. ما ده مش صح. ما انا بس انا جاني فرصه ارجع تاني. ولما تقول لي مثلا معلش فلان مال إيه إيه إيه، هنا تيجي عقليه اللي بيدير. عقليه اللي بيدير ايه؟ لا منظومه الكوره. انا اول مره بقى اختلف معاك. لا سؤال بس يا فندم، سؤال انا فاهمك والله. عقليه اللي بيدير الكوره يا فندم. تمام. هو المفروض كان يديله فرصه ايه؟ خلاص يا عم خد شيلتك وشيلها، خد شيلتك وشيلها. لكن في حاجات يعني مش عاوز اقول لك ايه، مش هتفيد المشاهد ان احنا نقولها. حسام بدري ها ماشي حاسس احتاج عودته للتدريب مره اخرى واختيار مدير فني منتخب مصر، دي عودته للحياه.
تمام. اه طبعا مش عايزه كلام. وهو حتى هذه اللحظه لسه حسام بدري ما رجعش. يعني مش ده حسام بدري يعني اللي كان مثلا في الاهلي. يعني بس طبعا ايه كان معاه جيل ايه؟ يعني هنقعد نتكلم ونعدد، خد دوري، خد بطوله افريقيا، لعب فاينل قدام الترجي ما شفناهوش تاني. ماتش يعني وكان معاد بركات وبتركه بره على على الدكه. ولعب بحاجه تانية خالص غير الناس اللي متوقعها. فانا عاوز اقول لك ايه؟ هيحتاج وقت. اتمنى ان الوقت يسعفه. اتمنى هيسعفه امتى؟ لما الدوري ينتظم. توقف لغايه شهر 8 اللي جاي. انا كان قصدي بدء كمان على فكره، بس عاوز اقول لك على حاجه. انا بقول لك ايه؟ اتفضل. تصفيات قرعه كاس العالم. ها؟ فالدنيا انا بقول لك العمليه ما فيهاش تهريج غير البطوله الافريقيه. لا خلاص لا ما فيش. دي حقيقه وموت. بص يا ريس، محتاج ان هو من النهارده من وقت بعد ما رجع من جزر القمر ها، وبقول للناس يا جماعه طب لو مشينا حسام البدري زي ما الناس بتطالب يمشي وفاشل ومش عارف ما عمل غلط، الكلام ده مش في الصالح انك انت تمشيه. قبل المهمه يبقى قبل المهمه. في اخطاء، في اخطاء، طب نصلحها. اه نصلحها، يا الناس تقف تصلح ونعدم ونشوف هنعمل ايه، يا الناس خلاص كده هنجيب برضه مدرب اجنبي. كان الكلام ده يتم من الاول، كان الكلام عن بحث عن مدرب اجنبي يتم من الاول. هو احنا دفعنا فاتوره كاس الامم الافريقيه ليه يا كابتن؟ انت مشيت مين؟ مشيت مين يا فندم؟ مشيت كوبر. وعملت مؤتمر تاني يوم، تالت يوم لينا مين؟ اجري. ده ما اديناش فرصه. يعني انت ايه؟ طب ما تجيبش ليه مدرب صغير السن؟ يعني ايه مدرب 45 سنه 50 سنه عاوز يعمل ناقش عنده فكر ليه فكر طول جاهزه؟ لا بص عايز اقول لك على حاجه يا عم، هاته يعني انت بتدور على ايه؟ لازم بتدور لا يا فندم انا بقول لك لا لا انت بتدور على اسم ولا بتدور على حد يعمل لك اسم؟ تجيب المدرب اللي عاوز يعمل اسم. حسام انا بكلم زي زي فايلر كده. انا بقول لك اهو حسام البدري في محنه حاليه، محنه الظروف وضعته فيها اداء متراجع على مستوى الاغلب اللعيبه، دوري غير منتظم. بس محمود الدوري توقف كام يوم يا استاذ؟ الدوري توقف كام يوم؟ طب انت عد بقى من وقت وقفه الدوري يا كابتن. طيب يا حبيبي ما احنا مش ما لا عد يعني انا فاهم. انا عاوز يعني انا عاوز اقول لك حاجه. لو الوقت قليل يقول لك اصل انا ما لحقتش اشتغل مع الفريق، لو الوقت طويل يقول لك اصل كان في توقف كبير جدا. عاوز اقول لك على حاجه، المفروض ناخد توقف. انا عاوز اقول لك على حاجه، انا بقول لك ايه ما احنا يعني اصابه يعني ابتعاد صلاح دي مشكله. اه دي مشكله طبعا طبعا. انا ماشي ما تضحكش بس على بعض. مشكله. طب هو حسام البدري قال لتريزيجيه وانت منفرد ما تحطش الكوره في الجول؟ لا طبعا. ها؟ لا انا بسالك سؤال اهو. طب هو قال كهربا وانت ونبي الشوطه ونبي حطها بس في في العارضه وهي تطلع تنزل وتطلع. طب هو قال في ماتش كينيا فرص مثلا ها الكام فرصه اللي جول بص بص انا بقول لي انا عاوز اقول لك ايه. حضرتك قلت في الاول حاجه مهمه جدا. قلت الاسلوب. الجماهير لازم تتمتع بالكوره. لازم انا بكلمك لسه لسه اعتقد ان هو عارف ان هو أكيد. لغايه دلوقتي ما حطش أكيد. ايديه على المنتخب بصوره كامله. اكيد هو محتاج يتساند، محتاج ومحتاج ان هو يستحمل النقد. وبقول له لازم اتناقش يستغل. وتحمل ولازم تشتغل لازم. والست سبع شهور دول مش هيبقى نوم ولازم لا. يجيب اللي هو عايزه. لا لا ما انا بكلمك لازم يقول يا جماعه انا عايز يعني عايز اقول لك ايه وكذا يعني وكذا. الناس قاعده تقول لك ايه السنغال لعبت مع مين؟ مع البرازيل وانت لعبت مع بوتسوانا. واحنا ينفع يا جماعه نجيب البرازيل؟ طب ينفع نلعب مع الارجنتين؟ طب ينفع تلعب مع منتخب اوروبي وتتبهدل؟ ايوه نتبهدل. انا بكلمك افكرك ولا افكركش؟ فاكر الكابتن جوهر لما المنتخب شال سته وده بعد ومشي طيب لما شال من رومانيا ثلاثه بيقول لي دلوقتي زميل العزيز يعني يعني كان يعني عاوز اقول لك ايه؟ مش عاوزين ايه؟ ها؟ نعدم حساب البدري ونحمله كل الخطايا؟ لا ارجع وانا بقول لك اهو قول لي مين في نص الملعب بتاعك؟ قول لي مين راس حربتك؟ قول لي مين باك رايت بتاعك؟ قول لي مين الباك ليفت بتاعك؟ قول لي يعني حاجات كتير انت ما... لا انت اعمل حسابك الاربع الجاي تبقى موجود معانا ان شاء الله. الوقت جري بجد، الوقت جري وكمان عدينا الوقت. فان شاء الله عايزين نكمل الكلام في القضيه دي. حلقه جميله جدا وعدت بسرعه جدا واتكلمنا فيها كلام مطلق لكن كلام مفيد قوي قوي. انا بشكرك شكرا جزيلا وان شاء الله هستناك ان شاء الله اكيد ان شاء الله باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ محمود صبري رئيس القسم الرياضي بالاهرام. بشكرك شكرا جزيلا وارائك فعلا مثمره جدا وكلامك كله في الهدف والمصلحه العامه. شكرا جزيلا. شكرا.
دي كانت حلقتنا معاكم النهارده. الوقت جري بسرعه جدا، لكن اتكلمنا اكيد كلام اعتقد ان حضراتكم يعني كنتوا مبسوطين بالكلام. ان شاء الله نكرر الحلقه مع الاستاذ محمود صبري ونتكلم في قضايا اكتر واكتر، قضايا بتمس الكره المصريه وبتمسها من جذورها كمان. عايزين نرتقي بالكره المصريه عشان تكون زي ما الاستاذ محمود قال، يعني ترتقي لمستوانا احنا كمصريين وللبلد وانجازاتنا وتاريخنا الكبير جدا. شفتوا جزر القمر نفسهم، ناس كانت فرحانه لكن اللعيبه كانت زعلانه، زي ما بدات معاكم في الانتر اللعيبه كانت زعلانه عشان كانت حاسه ان هي ممكن تكسب منتخب مصر. اشوفكم على خير بكره ان شاء الله، ومع الف سلامه.